السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية لتلخيص برنامج حيث نلتقي، حيث سيكون هذا الفيديو إن شاء الله بخصوص الخمس وسؤال الأخت المقدمة التونسية: يا شيخ أحمد سلمان، نحن نسمع أنه أنتم الشيعة ما عندكم زكاة إنما عندكم خمس. هذا من جملة الأكاذيب والافتراءات التي دائما ما تنسج إلى الشيعة من المحيط الخارجي إن صح التعبير. فالشيخ أحمد سلمان بدورة نعيد هدف برنامج حيث نلتقي. طبعا بعض الأخوة يقولون أنت ليش تكرر؟ أكرر لأن أريد أن أبين لكل شخص يدخل جديد لقناة خواطر فكرية، أبين لأن برنامج حيث نلتقي الآن وصل تقريبا إلى الحلقة 27. يفند الشيخ أحمد سلمان الخرافات التي تنسب إلى الشيعة. من جملة الخرافات أنه أنتم ما عندكم زكاة. تعرفون شنو يعني ما عندكم زكاة؟ يعني أنتم يا شيعة ليس من المسلمين، أنتم مو مسلمين أصلا. فهذه خرافة جدا كبيرة يبينها الشيخ أحمد سلمان، إننا نحن نلتزم بالخمس بأنه واجب شرعي، بالزكاة كواجب شرعي، وأيضا بالخمس واجب شرعي. نستمع إن شاء الله إلى كلمة للشيخ أحمد سلمان بهذا الخصوص، ونرجع بالتعقيب ووجه كلمة للشيعة بموضوع الخمس. نستمع ونعقب، فخليكم مع الفيديو. جميل جدا. ربي سبحانه وتعالى تعودنا للعبادات، في طاعات، في صلاة، في صوم، في حاجات. معناها علاش ربي سبحانه اختار هنا العبادة بالمال شيخ؟ رحمة بعبادة. مهم جدا أن نرجع إلى معنى كلمة زكاة. الزكاة بمعنى الطهارة، زكى الشيء أي طهره، لذلك يقال زكي. إذا وصف الشيء بالطهارة يقال زكي، أو تأنيث زكية، يزكى الشيء. إخراج المال هو طهارة لهذا المال لما قد يقع فيه من مال الشبهة مثلا. فالله رحمة بنا لكي تطهر هذه الأموال أمرنا بإخراج هذا المال، ووعدنا بشيء آخر أيضا هو من معاني الزكاة. الزكاة أيضا من معناها النماء، أن الشيء نعم ينمو يزيد. فهذا الإخراج يطهر به المال وينمو ينمى. فالله عز وجل لأنه يريد بنا الخير، وهذا بالنسبة كأفراد، يطهر مالنا ويزيد في مالنا ويحفظ النظام الاجتماعي، لأنه كل مجتمع لابد أن يكون فيه فقير مسكين يتيم. القرآن الكريم يركز على هذا المعنى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني هذه الأموال هي ملك لك نعم، ولكن لغيرك حق فيها، أنت لست متفضل. نعم. حق بمن؟ هذا ابن المجتمع، ابن هذه البلد، حقه أن تعطيه من هذا المال. ولذلك ينص على قضية أن زكاة الفطر لابد أن تعطى لفقير ذلك البلد. نحن عندنا الأصل أنه يحرم نقلها، ومن نقلها يكون ضامنا لها إلا أن يعدم الفقير في هذا البلد. يعني عملية تضامن اجتماعي محلي لكي نرتقي بالمجتمع. هل نفس القول عند السنة؟ لأن في ذكر النقطة هذه معلوم أنه في بلدان الغرب عموما المسلمين يبعثوا للزكاة متاعهم للبلدان متاعهم. يعني هنا الشيخ قال اللي هو تحرم أن تعطى الصدقة أو أن تعطى الزكاة نعم في غير البلد اللي موجود فيه. يعني إذا وجد مؤمن، شنو رأيك في الكلام هذا يا شيخ؟ هو لتحرير المسألة، فإنه إذا كانت صاحب الزكاة في بلد ليس فيه مسلم أو مؤمن فقير، فله أن ينقلها إلى بلد الإسلام. هذا يعني لأن الزكاة لا تصح إلا على مسلم، معناها الغير مسلم ما عندوش الحق، ما عندوش حق في مال الزكاة. نعم. وإن كان يدخل في ذلك المؤلفة قلوب، إلا إن كانت الغاية تأليفة
القلوب، لأنه قل إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الغارمين. شو معنى المؤلفة قلوبهم؟ شو المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم تأليف القلوب. تأليف القلوب مؤلف القلب هو رجل أو امرأة أو إنسان يرجى دخوله في الإسلام بإكرامه. ملا كما قال الشيخ لهنا ما يجوزش إنه نخرجوا أو أنه تخرج الزكاة من البلاد اللي احنا عايشين فيها، لكن فما ظاهرة اللي مثلا البلدان الغربية عموما المسلمين في البلدان الغربية يبعثوا بالزكاة متاع الفطرة متاعهم للبلدان اللي هما اللي هي أصول متاعهم. شيخ شنو رأيك في الكلام ذا؟ صحيح، والله تعالى أعلم أنه لا تنقل الزكاة من أرض إلى أخرى إلا إن انعدم المؤمن الفقير في تلك الأرض. يعني طالما هناك من هو من أهل الإسلام في المنطقة اللي أنت موجود فيها، سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا أو في كندا أو في أي بقعة من بقاع الدنيا، وكان عليك زكاة وكان هناك في تلك الأرض مسلمون يستحقون الزكاة، فالأولى أن تعطيها إليه. هذا يعني لا خلاف فيه. أما مسألة نقلها، إن انعدم المؤمن المحتاج وإن انعدم من يرجى تأليف قلبه وانعدمت كل هذه الأبواب، فعندها لصاحب الزكاة أن ينقلها إلى بلاد المسلمين، ولا يحصر بذلك بلده، إنما ينقلها إلى بلاد المسلمين ويراعي في ذلك الأشد حاجة، يراعي في ذلك أشدهم حاجة إلى المال، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان من عندي تعليق بسيط على ما قاله الشيخ، لا هو في نفس الاتجاه، يعني لن يكون خلافا، ولكن معنى آخر جليل من معاني لما سألت علاش ربي فرض علينا أن نخرج المال. فهذا تنوع العبادات هو رحمة من الله. فإحنا نجد عنا عبادات قولية، أن أولا عبادات قلبية كالإيمان، الإيمان عبادة قلبية، والخوف والرجاء والخشية وهذا كله من عبادات القلب، وعن عبادات قولية، وعن عبادات بدنية عملية، وعن عبادات مالية. فالإنسان قد لا يسلم أو قد لا يكون قادرا على الإتيان بجميعها. كل قدير قدر. نعم، كل قدير قدر. فمن حرم هذا لا يحرم من الآخر، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني بعباده أن جعل العبادات متنوعة، منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو قلبي، حتى يكون الجميع قادر على أن يأتي من طاعة الله ما استطاع، والله تعالى أعلم. سبحانه وتعالى. طيب، هذه نقطة الزكاة اللي هي نقطة لقاء بين السنة والشيعة إلى حد هنا شيخ أحمد، لكن خليني نثير موضوع هكا اللي معروف أنه واللي مسموع انه الشيعة ما عندهمش زكاة، عندهم ما يسمى بالخمس. شنو هي موضوع الخمس؟ طب الاشياء اللطيفة في تونس لا يقال امام جماعة، يقال امام خمس وليس امام خمس. الله عز وجل افترض علينا اكثر من عبادة مالية، الزكاة، زكاة الانعام والغلات والاموال المعروفة، وهذه الزكاة زكاة الفطر التي نتحدث فيها، وأيضا هناك عبادة مالية أخرى هي محل اتفاق ولقاء وليست محل افتراق، وهي الخمس. الخمس أو الخمس عبادة نص عليها القرآن الكريم في آية محكمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يعني عندنا آية تقول أن هناك عبادة مالية اسمها الخمس، وهذه العبادة نتفق فيها. يعني حتى لو تذهب إلى أي كتاب فقهي سني، سواء كان مالكي، حنبلي، شافعي، حنفي، ستجد كتاب اسمه كتاب الخمس، ولعل في صحيح البخاري كتاب كامل بهذا الاسم، فقط الاختلاف في التفاصيل. يعني الطرف السني يقول أن الخمس خاص فقط وفقط بغنيمة الحرب، وإن كانت هناك أقسام أخرى مثل قضية الركاز، أن في الركاز خمس، أو في الركاز الخمس، خمس خمس وليس زكاة، ركاز الكنز. يعني من الأشياء اللطيفة أنه إن سيدخرج كنز يخرج خمسه، يعني 20% ويصبح ملكه. الآن العكس، 20% الدولة تعطيها لمن يجده وتأخذ الباقي، يعني هي حتى الدولة تطبق قضية الخمس. نعم، فمحل اتفاق. نعم، الخلاف في جزئية بسيطة في الخمس،
وهي أننا نقول أن الخمس ليس خاص في غنيمة الحرب، وإنما حتى الأمور التي يغنمها الإنسان مثل الراتب الشهري الشهرية، مثل أموال التجارة التي يكسبها الإنسان من المعاملات المختلفة، هذه أيضا فيها هذه الضريبة أو هذه العبادة. خليني نستوقفك شيخ لهنيك، تقول اللي حتى الشهرية فيها خمس. لا خليني نعطي التفاصيل. يدوب تكفي لا, لا 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 الخمس هو أيضا هو سنوي، يعني عندنا حول رأس سنة خمسية. الإنسان لا يخرج خمس أمواله، لا، يخرج خمس الفائض من أمواله. يعني أنا مثلا عندي دخل سنوي بقيمة كذا، حبش نجيب رقم رقم مجموع مثلا الدخل، نقول ألفا ألفا، مؤونة الإنسان التي هي الأكل والشرب والسكن وضروريات الحياة التي تليق بشأنه الاجتماعي مثلا 800، الباقي 200، الخمس يخرج من 200، يعني 20% من 200 مما بقي معه. نعم، فيه نساب وحول، وإلا مثلا يدور عليه العام. حول، نعم حول، نعم حول فيه. نعم، النصاب هو الفائض، يعني كل ما زاد عن المؤونة. يعني إذا من كان دخله ومؤونته متساويان لا خمس عليه. ومن كان أقل يكون مستحق، لأنه فقير يصبح. الحول يعني دار عليه العام وما تمسش، هذا هو القلة. لا هذا ولا الزكاة. لا هذه الزكاة عند السنة. عند السنة. هذا عند السنة. أما هم عندهم حسب ما فهمت من الشيخ يعني لن خليني نسمع بالك من الشيخ كيفاش يقول لهم عند بالنسبة للسنة إذا كان وصل نصاب معين. لا في الزكاة، ليس في الزكاة. لا في الزكاة. في الزكاة نتفق تماما. ما فيها شيء. ليس في شيء إلا في غنائم الحرب. والركاز. والركاز فقط. واضح. واضح. لكن أنتما الخمس زيادة في الفائض من المكاسب. يعني الأمور الفائضة من المكاسب التي سواء راتب شهري أو تجارة أو مثلا ميث. إرث مثلا، كان الإرث هناك تفصيل فيه. إذا كان مثلا الميت يخمس أمواله مخمس، يعني ملتزم بهذه الخمس. العبادة، فالمال إذا انتقل إلى الوارث، الوارث لا يخمسه. تفصيل، لكن بالنهاية قضية إسلامية. البعض أحيانا نشوف في القنوات المواقع أنه خمس هذه تاكس كما الحكومات، كما بريطانيا مثلا ممكن 20%. لا، هي قضية يتفق فيها كل المسلمين، اختلاف فقط في هذه الجزئية، هل هو خاص بغنيمة الحرب والركاز أو لا يشمل. عام في كل ما اكتسبه. نعم، في كل ما اكتسبه الإنسان. طيب عندنا هذا خاص بغنيمة الحرب وبالركاز وما اكتسبه الإنسان في حياته، ما لم يكن مدخرا ثابتا، لم يحل عليه حول، فلا زكاة عليه فيه، ولا زكاة في ركوبته، ولا في بيته، ولا في خادمه، وهذه كلها ليس فيها زكاة، والله تعالى أعلم. حياكم الله من جديد. طبعا الآن التعقيب بخصوص موضوع الخمس، هو الكل يعرف بالآونة الأخيرة تقريبا قبل تقريبا شهر أو شهرين، أخذ معمم يعني ساكن في لندن و بدأ يشنع على المراجع ويطعن في المراجع. هذا الشخص المعمم الذي لا أريد أن أذكر اسمه ولا أتشرف بذكر اسمه، طعن بالمراجع طعن جدا جدا كبير، أخذ يبين أنهم يسرقوا، وكلمة في غاية الخطورة قالها أنتم لم تنتبهوا لها، قد تؤولونها يا من تحبون هذه الشخصية. أريد أن أقدم بهذه المقدمة في التعقيب النهائي حتى أبين لكم أن هذه الشخصية هي التي طعنت في الخمس. هذه الشخصية قالت: نعل على دينكم يا شيعة، نعل على مواكبكم يا شيعة، نعل على لطمكم يا شيعة، حزنكم يا شيعة. هذا الشخص طعن بكل شيعي وهو يتكلم باسم الشيعة. أقول إنه هذا الشخص هو الذي طعن في الخمس أيضا. فنقول لاحظوا ما هي كمية الضحالة التي يمتلكها، لدرجة يسب مراجع الشيعة ويسب الذين يلطمون على سيد الشهداء والذين يقيمون العزاء على سيد الشهداء والذين أيضا
والذين أيضا ينصبون المواكب على سيد الشهداء لعنهم وسبهم واستهزأ بهم. هذا الشخص هو الذي أفتى، ولا نعرف له رأي علمي، لكن هو الذي أفتى بأن الخمس ساقط عن الشيعة. فقط خذوا هذا الشخص على معيار العقول، هل هذه العقول تستوعب شخص يسب دينك يا شيعي، يسب مواكبك يا شيعي، يسب ما أنت عليه يا شيعي، وبحجة أن المواكب أصحاب هذه المواكب وأصحاب هذا العزاء وهذا اللطم يقولوا أن عائشة لم ترتكب فاحشة. فاليوم مثلا السيد السيستاني حفظه الله والسيد الشيرازي والوحيد الخراساني ومراجعنا العظام قالوا بأن عائشة لم ترتكب الفعل الكذائي في طريق البصرة. أصبح هذا الشخص يلعنه ويطعن بمواكبه ويطعن بشعائره وبحزنه للإمام الحسين عليه السلام. هذا هو فيديو اليوم، حبيت أن أربط موضوع حيث نلتقي بموضوع شخص قام بتحريم الخمس مؤهلاته بأنه يطعن بالشيعة وبمواكب الشيعة وبشعائر الشيعة. وفي أمان الله.